ذلك يخوف به عباده. يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون. أيها الناس، لماذا لا تخافون؟ ما هذا الأمان؟ الأمان المريب، الأمان المريب، ما هذا الأمان المريب؟ قال سبحانه: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هؤلاء الخاسرون الآمنون، الآمنون الخاسرون، يعيشون أمانا مريبا. قال الله: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. لا يرجون لقاءنا، لا يحبون أن يموتوا، ستموت وقت الله يعين الله، ستحاسب. ربنا غفور رحيم، اعمل لدينك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا لا مبالاة في الأمة عجيبة. يا بني انتبه، يا بني أفق، يا بني تحمل مسؤوليتك، يا بني أنت في خطر، يا بني العمر يجري، يا بني الموت قادم، يا بني النار شديدة، يا بني النار ملتهبة، يا بني النار تطلع على الأفئدة، يا بني العقوبات تجرى. أيها الناس، خافوا، 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 خافوا الله يا عباد الله، مطلع عليكم، يرى قلوبكم، يرى ذنوبكم. ما زلت أصرخ فيكم أيها الناس، خافوا، خافوا، خافوا يا ناس، خافوا يا مسلمين. الأيام دول والأحوال تتغير وأنت لا تدري ما يصنع بك. رسول الله قالها لما قالت بشراه في الجنة، قال: وما يدريك أنه في الجنة، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. خافوا يا ناس، خافوا يا مسلمين، اخشى الله، اخشى الله، خافي الله، خافي الله. أين الخوف؟ أين ذهب الخوف من قلوبكم أيها المسلمون؟ ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون. أيها الناس، لماذا لا تخافون؟ ما هذا الأمان؟ الأمان المريب، الأمان المريب، ما هذا الأمان المريب؟ قال سبحانه: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هؤلاء الخاسرون الآمنون، الآمنون الخاسرون، يعيشون أمانا مريبا. قال الله: إن الذين لا يرجون لقاءنا
ورضوا بالحياة الدنيا.